يلا نشوف المقادير الأولى لهذا اليوم والطبخة اللي راح تكون عندي. مندي دجاج؟ لا. مندي لحم؟ لا. راح يكون عندي هنا مندي الروبيان. يلا نشوف يا عيني الروبيان جامبو طبعا، مو يعني شبح، لا جامبو اللي هو قطعة كبيرة يصير. تمن، بهارات سمك راح يكون عندي، راح يكون كركم، نومي بصرة، سوري نومي بصرة مطحونة، كزبرة مطحونة، كمون أيضا راح يكون مطحون، بالإضافة إلى الملح، فلفل أسود، والدارسين هم عندي، وهيل، بالإضافة فلفل أخضر وفلفل أحمر. هنا يا أما زيت نباتي أو زبدة، راح يكون أكيد هنا أيضا حسب الرغبة استخدام زيت نباتي أو ممكن أستخدم زبدة.